قال المخرج وائل إحسان إنه أجل جلسات تعديل سيناريو مسلسل أستاذ ورئيس قسم للفنان الكبير عادل إمام حتى يشفى من وعكته الصحية، وأوضح أنه يعاني من ألم شديد بالظهر منذ أول أيام عيد الأضحى الماضي، ونصحه الطبيب أن يستريح بالمنزل لمدة 10 أيام، كما وصف له بعض الأدوية، وأضاف أنه أصبح في حالة صحية أفضل الآن، وسيجتمع مع سيناريست يوسف معاطي لاستئناف جلسات تعديل سيناريو المسلسل بدءا من الأسبوع القادم. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ آه صحيح مفيش فل. لا ولما أنت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحة؟ شايفها مخدرة؟ شايفها بتنطر؟ يا عم أنا آسف ما كانتش كلمة. بقى جاي تقول لي أنا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينة؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وأنا جبت سيرة أمك أنا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوس معظم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى اهو. اه ده مساء الفل. يا دي.